نتحدى واحد يطلع لي فيديو انني تكلمت على ابوال البعير، تحداه. ومع ذلك جميع الناس مقتنعين بانني تكلمت على ابوال الابل، نتحداه. نتحدى واحد يطلع لي فيديو انني تكلمت على براز الابل، نتحداه. ولكن كيكذبوا على الناس، والناس يعني فيهم عجز كسالى لا يسمع الشريط. بسم الله الرحمن الرحيم. شفتوا وسمعتوا، الناس بهم عجز، حنا فينا عجز وكسالى ولا نسمع الشريط، لان تحدانا هنا وخرج العينين، تخرج العينين ما كتنفعش. جوج تحديات نركزوا مزيان. التحدي الاول هو ما هضرش على ابوال الابل، والتحدي الثاني ما هضرش على براز الابل وفرط الابل. نشوفوا التحدي هذا فين غايوصل، ولو انه خرج العينين. نتحدى واحد يطلع لي فيديو انني تكلمت على ابوال البعير. الاخوه الكرام، اول شيء باش نكونوا واضحين، ماشي كنهضر على موضوع الابوال الابل، هل تشرب او لا تشرب، والحكم الشرعي، وتقال شنو ما تقالش. انا الموضوع ديالي هنا على تحدي الفايد، بان عمرو ما هضر على ابوال الابل. يلا هسي الفايد، بسم الله نبداو. خذ هالفيديو الاول اللي كتقول لنا لعلكم سمعتم الخبر. نعم سمعنا الخبر ديالك كتهضر على ابوال الابل، وفين وصلتي، وبان شنو فيها وشنو ما فيهاش، والمكونات، والواجب للمسلمين في هذا الشيء. هذا نبداو بهذا ونشوفوا فيديوهات اخرى نعاود. الان بعض العلماء توصلوا، يعني ربما سمعتوا الخبر، ان اشياء الان ان ابوال، يعني شرف الله قدركم، ابوال الابل الان فيها مكونات كيماويه الان تصلح لكثير من ف يعني ما كان الغرب ليظهر هذه الحقيقة أو ليتكلم عن هذه الحقيقة، لكن مسؤوليتنا نحن يعني المسلمين يجب أن نبين هذه الأشياء على الأقل، يعني مستوى ديال الباحثين الذين يمكن أن يتكلموا في هذه الأشياء. يجب الآن أن ننشر هذه الأشياء في مجتمع، ويجب أن نرجع إليها بدون مناقشة، يعني بدون مناقشة. يا نعم سي الفايد، هنا هذا الفيديو كتهضر عليه على ابوال الابل بانها تعالج السرطانات وصنعوا منها مراهم وفيها بحوت. فابوال الابل الان تعالج سرطانات، وهناك باحثين وباحثات، باحثات نساء في دولة الامارات العربية المتحدة، صنعوا مراهم من ابوال الابل لنساء ضد الاكزيما. هنا سي الفايد غتهضر لنا على كلية الابل ما كتشبهش الحيوانات الاخرى، وبان أبوال الإبل ما فيهاش حمض اليوريك، وأنها تشرب، وأنها لا ضرر فيها، ولا توجد فيها رائحة. بمعنى أن كلية الإبل لا تشبه كلية البقر ولا الغنم ولا الضأن، وأن أبوال الإبل شرف الله قدر المشاهدين الكرام أن ليس فيها حمض اليوريك. نعم، ولذلك فأبوال الإبل تشرب دون الأبوال الأخرى، لأن ليس فيها حمض اليوريك، وليست لديها رائحة، وليس فيها كيتونات ولا أشياء يعني خطيرة، يعني التي تكون في أبوال الحيوانات الأخرى. كذلك تتأثر بالتغذية، فهو الحيوان الوحيد الذي يختار هذه التغذية النقية النظيفة ويتغذى على الأشواك. في هذا المقطع غتشرح لنا بأن بول البعير كأنه عصير، أو لو تعطى لأي شخص يشربه وما تقولوش بأنه راه بول، لأن النفس تشمئز من كلمة البول، لأن ما فيه لا راحة ولا شي حاجة، يشرب كأي مشروب. الإبل باش يورينا الخلق ديال الإبل مختلف عن جميع الحيوانات، ما عندوش حمض اليوريك في البول ديالو، البول ديالو وكأنك تشربي عصير. سبحان الله. ما فيش الرائحة، نعم ما فيش الرائحة، والناس غير كلمة بول هي اللي تشمئز من النفس. نعم طبعا ملي كتسمعي، اما الا عطاوك هذا البول ديال الابل اللي عطاوك وما قالوش لك بانه يعني الشخص يشربه كانه يشرب اي شراب، لان الابل ترعى على المواد المشوكه، العدشوك. جميع النباتات المشوكه هي نباتات طبيه اوتوماتيك، يعني الطلح والسدر وكف السباع والعصفار والمسائل، كاع هاد النباتات اللي عندها الشوك هي نباتات طبيه. وكان هذا الابل، هذا الجمل كياخذ هذه النباتات الطبيه كيعصرها وكيخرجها مع البول ديالو، بالعكس هي الاهميه كتخرج مع البول. نتحدى واحد يطلع لي فيديو انني تكلمت على ابوال البعير، تحداه. ومع ذلك جميع الناس مقتنعين بانني تكلمت على ابوال الابل، نتحداه. اذا سي الفايد، هذا التحدي على انك تكلمتي في ابوال الابل خسرتيه، ودابا نشوفوا التحدي الثاني ديالك ديال براز الابل بان ما هضرتيش فيه، دليل بدليل، نقطه بنقطه. نتحدى واحد يطلع لي فيديو انني تكلمت على براز الابل، نتحداه. ولكن كيكذبوا على الناس، والناس يعني فيهم عجز كسالى لا يسمع الشريط. عندك الحق السي الفايد، الناس
فيهم العجز وكسالى لا يسمعون الشريط، ولهذا باش ما نكونوش حنا كسالى وفينا عجز جينا نسمعوا هذا الشريط ديالك اش كتقول لنا على براز الابل. نعم صححتي لنا المعلومه، قلتي لنا ماشي براز الابل هو فرت الابل، قلتي لنا عصروه وشموا رائحته، تحدانا التحدي انت مولاه دائما كتحدى، ما بقاش التحدي بان ما هضرتيش فيه، دابا التحدي هو ان ما فيهش رائحه ياك، تحدي تبدل، تحدي الاول هو ما هضرتيش براز الابل، ولا دابا تحدي بان ما فيش الرائحه. برافو المهم قلبتيها شويه. براز الابل يا اخواني فرت ليس البراز، فرت الابل كان يعصر ويشرب، حاولوا ان تعصروا فرت الابل وشموا رائحته، اتحداكم الله ليس فيه رائحه الفرت، ليس فيه رائحه الان. الجمال الابل لا تتغذى على النجس ابدا ولو بقيت بالجوع سنه، الابل لا تتغذى على النجاسه ابدا ابدا، ولا تتغذى الا على النباتات المشوكه اللي فيها شوك، وكل نباتات المشوكه هي طبيه، نباتات طبيه، العلماء يجمعون على هذا. فيعني حتى ان هذا النباتات الطبيه انها تستخلص منها الاشياء، الابل تستخلص منها اشياء وتذهب مع الابوال شرف الله قدركم، فابوال الابل الان تعالج السرطانات، وهناك باحثين وباحثات باحثات نساء في دولة الإمارات العربية المتحدة صنعوا مراهم من أبوال الإبل لنساء ضد الإكزيما، تستعمل للإكزيما وتدهن بها، تدهن يعني النساء تدهن بها الأيدي لما يكون عندها إكزيما ويكون عندها حساسية الجلد بعض الأشياء، مراهم ستصنع الآن من أبوال الإبل، وهذا هذه البراءة مسجلة، هذا اختراع براءة مسجلة، وهناك أشياء الآن أخذنا ننصح بها خصوص الأشخاص الذين لديهم ارتفاع كوليسترول، والذين لديهم أمراض قلب الشرايين، والذين لديهم إمساك، والذين لديهم أعراض خطيرة. أودي أش غنقول لك، التحدي في الحقيقة أنت هو مولاه، نتحداك تحدى نتحداك تحدى، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وأتحداهم جميعا على الكرة الأرضية، نقطة الضعف التي تعقد فوقها، ويعني هم كلامهم مسجل وكلامي مسجل لكي لا ثم الحمد لله غير من اعترفتي بها بان الدليل هو الكلام المسجل، ها احنا جبنا لك الكلام المسجل، شنو كنتي كتقول وشنو نكرتي في المقالات ديالك كلها؟ هذه كلها اباطيل لا اساس لها، لا ينصر الله بالكذب، يعني هذه هذا قانون فطري، الله سبحانه وتعالى لا يمكن ان ينصر الكذاب، لا يمكن، ولا يمكن ان ينصر الخبيث، والله يعلم ما تخفي الصدور، يعلم ما يعني خائنة الأعين وما تخفي الصدور، فهو الذي يطلع على السرائر سبحانه وتعالى. سبحان الله على تخرج العينين، سبحان الله سبحان الله، لأن هناك كثير من الكذب والباطل والبهتان والمنكر الآن ينشر على اليوتيوب، يعني على الدكتور محمد فايد، وأنتم يعني قد علمتم بأن هذه كلها أكاذيب وأباطل، فيعني منذ شهر اثنين وهذا المنكر ينشر على اليوتيوب. كنعرفوا الحق من الباطل، شكون اللي على حق شكون اللي على باطل، ماشي بالهضره ديالك ولا دغيرك، انت قلتي الكلام مسجل، ولهذا احنا رجعنا للكلام المسجل وعرفنا الحقيقه. الحق يعلو ولا يعلى عليه، ولا يمكن ان ينصر الله بالكذب، لا يمكن، انا كنت متيقن بان هؤلاء سيسقطون في حفره، وهم الان سقطوا في حفره. نعم هذه عندك الحق فيها، لا يمكن أن ينصر الله بالكذب، ولهذا رجعنا للتسجيلات القدام والجداد وعرفنا شنو تقال هنا وشنو تقال هنا وبانت الحقيقة كما هي. فيعني النقطة الأولى فهو هذه الأشياء التي تنشر كلها كذب، لأنهم يكذبون على الناس، لماذا؟ لكي يصدوا الناس على الدكتور محمد فايد، لكي لا يؤثر فيهم، هذا هو الخطر الذي يهددهم، لأنهم يخشون أن يتبع الناس الدكتور محمد فايد. وإلا بغيتوا تسمعوا ولو طارت معزة ها هي هنا في هذا الفيديو عاود، ولو طارت معزاه هي هذه. فيعني من أراد الحق فنحن مع الحق، ونحن أصحاب الحق، ونحن على الحق، وسنواصل طريقنا لأننا على الحق، وليس لدينا حق في التراجع لأننا على الحق، ليس لدينا الحق في التراجع لأننا على الحق فقط. فمن أراد أن يأخذ معنا هذا الطريق فأهلا وسهلا، فأهلا وسهلا، وأن الله سبحانه وتعالى دائما ينصر، دائما ينصر المخلص، يعني الصادقين المخلصين.
فهناك نصائح أنا لم أنصح بها، أشياء لم أنصح بها يحسبونها على فايد. ودائما كيرجعوا لك فيديوهات قديمة وفايد يقول لكم يعني هذا أبوال البعير، تحدى واحد يطلع لي فيديو أنني تكلمت على أبوال البعير، تحداه. ومع ذلك جميع الناس مقتنعين بأنني تكلمت على أبوال الإبل، نتحدى واحد يطلع لي فيديو أنني تكلمت على براز الإبل، نتحدى. ولكن كيكذبوا على الناس، والناس يعني فيهم عجز كسالى لا يسمع الشريط. هذه الإبل يا إخوان شحومها ولحومها وعظامها وبرازها وأبوالها وأوبارها وكل شيء فيها نافع. براز الإبل يا إخواني، فرت ليش البراز، فرت الإبل كان يعصر ويشرب. حاولوا أن تعصروا فرت الإبل وشموا رائحته، أتحداكم الله، ليس فيه رائحة. عصر الكاذب انتهى، عصر التلذيذ انتهى. اللي بدي طلع لي شنو قال؟ ما كاينش، لا يوجد، لا يوجد، كذوب مكتوب على اليوتيوب، كله كاذب، كله 100% 160% كله كاذب. والناس صدقوا، الناس بدوك يسبوا ويشتبوا ويخوتوا. ماذا يقع في هذه الدنيا؟ لا تظنوا أن الأمر سهل، لا زال يسول يسول. استمازل، نتحداك جيب لي حديث في صلاة الظهر، نتحداك جيب لي حديث في صلاة العشاء، نتحداك جيب لي حديث في الصلوات الخمس، نتحداك جيب لي حديث في صلاة الصبح. عقدت المتابعين ديال الدكتور فايد. نتحداك جيب لي حديث في عدد ركعات الصلاة. بغيتي الدق صحيح، ها حنا ليها، حنا سكتنا وحشمنا واستحيينا، الله يهديكم، رحنا حشمانين ماشي خايفين، الله يهديكم، راه ندخل فيكم طول وعرض بالفقه وبالعلم وبالتاريخ وبالواقعة وبوقتاش وقت. نقطة الضعف الآن عند الفقهاء في العالم، وأتحداهم جميعا على الكرة الأرضية، نقطة الضعف التي تعقد الفقهاء أنها أصلا ودكاترة ولسنا أولاد الزنقة. نتحداك طلع شريط سبيت فيه شيء، نتحداك طلع لي مقطع في شي شريط سبيت فيه واحد، سبيته يعني سبيته، وزيد نطح الحال. هذا ليس سب ولا شتم.